مساء الخير، اهلا بحضراتكم مشاهدينا في مصر وخارج مصر. حلقه جديده من هنا العاصمه، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده في مصر اجازه وبتمنى وقت سعيد للجميع. عندنا طبعا اخبار محليه وعالميه هنبدا بيها حلقتنا النهارده، وعندنا طبعا فقرات. قبل ما اتكلم في اي حاجه، اكيد امبارح احتفلنا بذكرى المولد النبوي الشريف، العيد اللي يعتبر عبير الاعياد كلها، اللي بنستمد منه الدروس الجميله في هذا التوقيت اللي بنعيشه، اللي بنحتاج دايما ان احنا نسترجع القيم، نسترجع الاخلاقيات، نسترجع عاداتنا وتقاليدنا، نسترجع من عطر الرساله المحمديه كل ما فيها من تسامح، ومن ايضا قصص جميله، مناسبه حلوه ان احنا نتحدث فيها. شفنا الاحتفالات في اماكن كتير، خاصه بمساجد آل البيت في مصر زي سيدنا الحسين والسيده زينب وغيرهم. طبعا امبارح كانت ليله جميله في مصر، والنهارده طبعا الأجازة الرسمية، المولد النبوي الشريف. أكيد يعني ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا. الصادق الأمين، كل الروايات اللي موجودة في السيرة النبوية فيها الكثير من المواعظ، انحنى له الأعداء وعشقه الأصحاب والأصدقاء، وطبعا عندنا حاجات كتيرة يطول ويطول الحديث فيها. امبارح احتفلنا مع حضراتكم أيضا بفرقة المرعشلي، بتمنى انه كان يعني وقت ممتع لحضراتكم، اناشيد وتواشيح جميله مع هذه الفرقه السوريه، وهي اسمها فرقه الرضوان. ايضا بقدم لهم كل التحيه والتقدير على اللي قدموا لينا بالامس. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن موضوعين مهمين. اول حاجه هنستكمل الحديث عن اللجان الالكترونيه لجماعه الاخوان الارهابيه، اللجان الالكترونيه اللي بيقوم بها عناصر الجماعه على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي برسائل ممكن تكون مكررة ومواقف واحدة، هدفها أيضا هدف واحد، وهو التحريض على الدولة المصرية وتشويه الحقائق ونشر الأكاذيب. يمكن للأسف كتير من رواد السوشيال ميديا بيتأثروا بهذه الأكاذيب والحملات اللي بيقوم بها لجان الإخوان الإرهابية. علشان كده من المهم أن احنا نتكلم عن هذه اللجان، نشوف إزاي بيشتغلوا علشان نعرف أكتر عن طريقتهم في التحريض والتشويه، علشان ما نصدقش أي حاجة ممكن تتقال وهي في النهاية تكون شائعة تعاظمت إلى أن أصبحت معلومة للأسف، وفي النهاية بتكون معلومة مغلوطة. ولكن التعامل مع السوشيال ميديا بيديها الفرصة والمساحة والحجم ان هي تتسع دائرتها الى ان تصل لنطاق كبير جدا من رواد السوشيال ميديا في الداخل وفي الخارج. هيكون معنا الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركة الاسلامية النهاردة في هذا الحوار. اما الحوار الثاني فهي فقرة مهمة جدا. طبعا البلاك فرايداي ابتدى، طبعا التسوق باسعار جميلة ومنخفضة وسيل، والمسجات بتجيلنا كلنا من محلات مختلفة ومتنوعة لانواع مختلفة من السلع، لأنه البلاك فرايداي في ناس بتهتم جدا بتوقيته، بتهتم جدا بميعاده، بتستنى لحد الميعاد علشان تشتري حاجات معينة، أجهزة إلكترونية، ملابس إلى آخره. فالنهاردة هنتكلم عن التسوق ولكن الإلكتروني. التسوق الإلكتروني ده نسبة كبيرة جدا بقت بتعتمد عليه. الواتساب بتاعنا كلنا يعني عارفين، إذا ما كانش معظمنا مشترك في جروب بيتم التسوق من خلاله. الأدمن لهذا الجروب بيبتدي يعرض منتجاته المتنوعة والمختلفة برضو، ويبتدي برضو يتعامل مع نفس الأجواء المحيطة به. يعني لو في دلوقتي تخفيضات في الأسعار هو كمان بيقدمها تحت هذا البند. إن احنا دلوقتي عندنا البلاك فرايداي على سبيل المثال اللي هو بقى بيمتد لاكثر من يوم، ما بقتش يوم الجمعه السوداء فقط، لا هي بقت يعني ايام كتيره، بيدوا فرصه عشان القوه الشرائيه تزيد. ده اكيد يعني بعد ما كانت ساعات معينه وكنا بنشوف هجوم، ولو فاكرين كان في صور غريبه قوي في اليوم ده، نلاقي الناس يعني محلات للاسف اتبهدلت جدا لانه الازدحام الشديد والتكدس وانتظار وترقب لحد ما هذا المحل مثلا يفتح ابوابه للناس، فبالتالي بتحصل فيه مشاكل ويعني تلفيات كتيره. دلوقتي الفرصة بقت أكبر، الوقت بقى أحسن، ولكن التجارة الإلكترونية لها أيضا نصيب الأسد. في مصر تقريبا 17 مليون مواطن مصري بيقوموا بعمليات الشراء من خلال الانترنت، و2 مليار دولار سنويا و400 مليون غالبا يعني دي النتيجة اللي يعني تم رصدها كمبيعات من خلال التجارة الإلكترونية. خلينا النهاردة نشوف الموقف للتجارة الإلكترونية، ونشوف التجارة الإلكترونية في مصر
يعني وفقا لتقارير بتمثل الكثير من النسب اللي عندنا عن حجم هذه التجارة وصلت لفين، وازاي الناس بتتفاعل معها، وازاي في الشرق الاوسط كله كمان هناخد فكرة عن باقي الدول المحيطة بينا السوق ده وصل لفين. المهندس محمد عزام المدير التنفيذي لشعبة الاقتصاد الغير رقمي هيكون ضيفنا النهاردة في هذا الحوار مع حضراتكم، وهناخد منه اكيد معلومات اكتر. بدعو حضراتكم طبعا لمتابعة هذا الحوار، هنستفيد اكتر من خلال تعاملنا مع هذه التجارة والاسلوب المختلف في التسوق. اكيد محتاجين ان احنا يبقى عندنا كده شوية معلومات وتفاصيل تخلينا يعني اكثر دراية ووعيا واحنا بنشتري بضائع لا قسناها ولا شفناها ولا عندنا يعني اي معلومات سليمة عن انها تناسبنا او لا، لكن مجرد كده الاطلالة ليها والتعامل بشكل جيد في عملية ترويجها خلانا ان احنا نثق فيها ونشتريها. اكيد محتاجين تفاصيل اكتر علشان نكون يعني ماشيين في الخط السليم. تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر اكتوبر الماضي مع ما يقرب من 6000 مع تقريبا 62,568 شكوى وطلب، وده للجهات المختصة اللي تم تلقيها من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف واللي وصلت ليها بشكل مباشر. المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال ان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض التقرير الخاص بهذا الموضوع وتناول الاشارة الى ان نصيب قطاعات الاسكان، المرافق، التموين، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التعليم، البيئة، الخدمات الصحية وصل ل 79% تقريبا من اجمالي الشكاوى والطلبات والالتماسات خلال شهر، وكانت اعلى وزارات استقبالا لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها طبعا وزارة التموين والتجارة الداخلية لانها مرتبطة بحياتنا والاغذية والصحة وكل شيء، وكانت بنسبة 13% من اجمالي الشكاوى الموجهة بالكامل، بيليها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كانت رقم 3، وزارة التربية والتعليم رقم 4، مع انه التعليم برضو فيه مشاكل كتير بحكم طبعا اعداد الطلاب وبداية العام الدراسي والاهالي بتبقى مركزة مع الولاد، لكن اخذ الرقم الرابع في الشكاوى. وزارة الصحة هي اخر وزارة في الشكاوى. خلينا نشوف ازاي القطاعين المهمين برضو دول الصحة والتعليم هم اخر وزارتين في الشكاوى والاستغاثات اللي قدمت خلال شهر اكتوبر 2019 من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء. اهلا بالدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء معانا على التليفون دلوقتي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. مساء الخير. انا هبدا يعني من الاخر، الصحه والتعليم هم في اخر القائمه من حيث الشكاوى والاستغاثات من المواطنين. اول حاجه التموين، وده متوقع برضه، التموين مهمه جدا، يليها التضامن، يليها الاسكان. ده معناه ايه يا فندم؟ هو الحقيقه هو يعني حضرتك تفضلت وذكرت التربيه والتعليم. أيوة. او السكان هم مش في الاخر، لكن هم في مقدمة الوزارات اللي استقبلت شكاوى. تمام. لكن تقريبا جميع الوزارات وجميع المحافظات بلا استثناء والاجهزة والهيئات والجامعات كل المؤسسات المرتبطة الكترونيا بالمنظومة. تمام. اللي بتتلقى الشكاوى وتوجه لجهة الاقتصاد اللي بتكون جهة من هذه الجهات جميعها تلقى شكاوى خلال الشهر تقريبا. طيب ايه الفرق؟ ايه الفرق يا فندم؟ يعني ايه الفرق ان هي كانت الاكثر في تلقي الشكاوى؟ يعني الشكاوى كانت يعني اكثر؟ ترتيبها مقارنة بباقي الجهات الاخرى. فبنلاقي نصيب وزارة التموين او ترتيبها في الجهات كان رقم 1 وهكذا بقى بقية الجهات اللي حضرتك ذكرتيها. لكن وقفنا عند مثلا وزارة الداخلية بعد وزارة الصحة، لكن جميع الوزارات بعد كده حضرتك احنا ما كملناش فعلا، في لسه وزارة الداخلية وباقي الوزارات يعني عندنا كل البيئة، الاوقاف، القوى العاملة، يعني كل الوزارات تقريبا بتتلقى الشكاوى اللي بتدخل في نطاق وبتقوم بالتفاعل معها والاستجابة ليها، اضافة الى المحافظات والجهات التابعة ليها برضه بيتم توجيه ما يخصها اليها. وتقريبا يعني بنتفاعل على مدار اليوم مع كل الجهات الحكوميه المختلفه، يعني تمام تقريبا تواصل مع الساده المواطنين بشكل مستمر.
وايضا مع كل فرق العمل اللي موجوده في طيب احنا معانا دلوقتي البوابه الالكترونيه لمنظومه الشكاوى الحكوميه الموحده. بشكر حضرتك على التعريف وشرح يعني عمليه استقبال الشكاوى والالتماسات للمواطنين والتفاعل من قبل الوزارات. الشكاوى دي بقى يا فندم بعد ما بيتم تلقيها ايه اللي بيحصل؟ اكيد بتمر بمحطات الى ان نصل لحلها. مظبوط. حضرتك بيتم مراجعتها مراجعه اوليه. أيوة. علشان التاكد من استيفاء ووضوح البيانات المتعلقه بكل شكوى. ثم في بعض الاحيان يتم التحقق من بعض البيانات ومراجعه صاحب الشكوى بالاتصال به تليفونيا. تمام. ثم بعد ذلك يتم عندنا مرحله تسمى مرحله التوجيه، بيقوم فريق العمل فيها بدراسه الشكوى وتوجيهها للجهه المختصه تطلع زي ما حضرتك تفضلتي، سواء تموين، سواء صحه، سواء خارجيه، سواء قوى عامله داخليه وخلافه، او تطلع تختص بيها محافظه من المحافظات. يتم توجيه الشكوى الى الجهه المختصه ثم بعد ذلك متابعتها مع الجهه المختصه وصولا لاتخاذ الاجراءات المناسبه وتوثيقها على البوابه الالكترونيه للمنظومه. امتى يا فندم بيتم حفظ الشكاوى او عدم التعامل معها؟ في حفظ بيتم قبل التوجيه، عقب المراجعه الاوليه اللي بتتم والفحص المركزي. اولا الاستكرار، يعني تكرار الشكوى شبه بعضها. لا، نفس الشكوى من نفس الشخص بنفس الموضوع احيانا نفس البيانات اكثر من مره علشان يضمن ان شكوته وصل، زي ما كان ورقيا يبعت اكثر من صوره لنفس الشكوى للجهه المختصه او المعنيه. يعني هو لو اشتكى كتير النتيجه عكسيه، هيتم حفظها. هي مش عكسيه، يعني الموضوع لن يحفظ، ولكن الشكاوى المكرره بيتم حفظها ويتم الابقاء على شكوى واحده هي اللي يتم فحصها والتكرار. تمام. الحاله الثانيه ان كل حضرتك الشكاوى بيتم توجيهها لجهات الاختصاص باستكرار، قد ايه هنستنزف الوقت والجهد لفرق العمل اللي بتقوم بالتعامل مع الشكاوى كل الجهات دي، في حين ان المطلوب ان شكوى واحده يتم فحصها بمنتهى الجديه واتخاذ الاجراء او الرد المناسب تجاهها. الامور الاخرى يعني اذا كانت الشكاوى بعض الاحيان فيها تجاوز، فيها اساءه، فيها يعني ما يؤاخذ عليه او ما يحاسب عليه وفقا للقانون بيتم حفظها طبعا. في بعض الاحيان بتكون شكاوى خارج اختصاص الجهات التنفيذيه زي سيسي. المنظوره امام القضاء او الدوله امام القضاء دي طبعا بتبقى في ايد القانون بالظبط كده حضرتك، لحد ما الجهات القضائيه بتقول رايها فيها وبتبت فيها وتاخد يعني بعد كده المسارات المختلفة، ان الجهة بيبقى عليها تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهات القضائية بخلافه. شكرا يا دكتور طارق على التوضيح. دكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، شكرا جدا. يعني منظومة طبعا الكترونية مهمة جدا، لان الناس احيانا بتبقى عندها مشاكل في التعامل بشكل مباشر مع موظفين، عندها تحفظات على بعض الامور في حياتها بتقابلها وهي بتخلص مصالحها وهي في مؤسسات تابعة مثلا للحكومة. دي آلية عظيمة للشكوى، انك تكتب شكوتك عبر هذه البوابة الالكترونية، والحل بيبقى موجود الا اذا كان في استثناءات زي ما ذكرها دكتور طارق، ان انت بتشتكي اكتر من بره. في النهايه هي الشكوى الاولى هي اللي يتم التعامل معاها، الباقي ده بيتم حفظه. اذا كانت الامور متعلقه بيد القضاء، واضح انه في يعني شكاوى بتدخل في قصص حياتيه، لانه دكتور طارق بيقول بتقابلنا احيانا اشياء ملهاش دعوه بالجهات المختصه ولا بالوزارات، وبالتالي بنحفظها. فخلينا برضو نستفيد من البوابه الالكترونيه قدر المستطاع بما هو متاح في التعامل معاه من مشاكل بتقابلنا. يعني البوابه موجوده والمنظومه جاهزه، لكن لازم نبقى على قدر الموقف، يعني هم قادرين على ما يخصهم فقط كوزارات حكوميه.
يعقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله الجلسة الخاصة لمراجعة ملف مصر، وده ضمن إطار الدورة الحالية اللي بتنعقد من 4 ل 15 نوفمبر، واللي هيناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. بيرأس وفد مصر خلال المراجعة الأستاذ عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، في حين سيقوم الممثلين من السنغال والمملكة المتحدة بدور المقررين. وتعتبر هذه المراجعة هي رقم 3 بالنسبة لملف مصر ضمن الآلية المتبعة في الأمم المتحدة، وكان الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر تم إجراءهم في فبراير 2010 ونوفمبر 2014 على التوالي، وبيعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدد من الوثائق بتتضمن التقرير الوطني اللي بيشتمل على المعلومات المقدمة من الدولة وتقارير خبراء حقوق الإنسان والمعلومات المقدمة من جهات أخرى بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. معنا على التليفون الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، ممكن أخد فكرة عن الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة؟ يعني أنا قريت الخبر الخاص بأنه مصر هتشارك وهتقدم تقاريرها وهتقدم من خلال الفريق اللي اتجه لهناك كل ما لديها بشأن يعني عملية ملف مصر في حقوق الإنسان وما يستجد فيها، ممكن أعرف إحنا هنقدم إيه؟ مصر هتقدم إيه؟ هو حضرتك ملف اليو بي ار او الاستعراض الدوري الشامل دي اليه من اليات الامم المتحده، تمام، ومقتضاها كل دوله من دول العالم تيجي مره كل 4 سنوات ونصف في مجلس حقوق الانسان تعرض اوضاع حقوق الانسان لديها. هذا العرض مش بس يكون من الدوله المعنيه، لكن يبقى فيه تقارير بتقدم من الدوله، تقارير بتقدم من منظمات المجتمع المدني، وتقارير بتقدم من المفوضيه الصينيه للامم المتحده. وبيحصل حوار تفاعلي ما بين الوفد الحكومي بتاع الدوله، يعني النهارده في مصر هيحصل حوار تفاعلي بين الوفد الحكومي المصري برئاسه معالي الوزير عمر مروان وما بين البعثات بتاعه الدول اللي موجوده في مجلس حقوق الانسان، ومقتضاه بتقدم عدد من التوصيات من المجلس الى الدوله المعنيه للاطلاع عليها. الدوله من حقها ان هي تقبل التوصيات او تتحفظ على بعض التوصيات او ترفض بعض التوصيات، وبالتالي يبقى هناك التزام من الدوله بعد ما بتقبل التوصيات ان على مدار ال4.5 سنين اللي جايين ان هي تبدا تنفذ هذه التوصيات. هذه الاليه هي اليه لمعاونه ومساعده الحكومات على الوفاء بالالتزامات بتاعتها. تمام. وبالتالي الوفد الحكومي المصري النهارده جاي ومعاه ملفات كتير علشان يرد على الاسئله والاستفسارات الخاصه باوضاع حقوق الانسان في مصر، سواء كانت مقدمه من المفوضيه الصينيه للامم المتحده او كانت مقدمه من البعثات الدوليه. طيب دلوقتي يعني الاستعراض الدوري الشامل ده بيقيم مدى وفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، اهميته لمصر يا فندم في التوقيت الحالي اللي بيقدم فيه معلومات كتير مغلوطه، معلومات مالهاش علاقه بالواقع، بيتم تصدير صوره للعمل على اهداف اجندات لدول بتتربص لمصر، اهميه الملف ده يا فندم دلوقتي؟ طيب يعني خلينا نقول اولا احنا مصر لم تختار الموعد، لان الميعاد ده بيبقى ميعاد بصفه دوريه عشان يتم استعراض دوري، يعني هو ده الميعاد موجود. لكن كمان مهم جدا في هذا التوقيت اللي مصر وعديد من الدول بيتعرضوا لخطر كبير زي خطر الارهاب، أيوة. هناك تحديات، هناك البعض اللي بيسيب الى التقارير اللي بيتم اصدارها، هناك معلومات بتكون غير دقيقه او معلومات حتى لو كانت الواقعه بحد ذاتها واقعه حقيقيه، تمام. لكن فكره تاويلها وتفسيرها، يعني على سبيل المثال يقول لك ان هناك احكام بالاعدام في مصر، في احكام بالاعدام، لكن القانون المصري ينص على عقوبه الاعدام، القضاء المصري قضاء على درجتين، يعني في درجه اولى ودرجه ثانيه، اكثر من ذلك في التماس باعاده النظر والنقد، الاعدام بيكون في الجرائم الخطيره، وبالتالي الصورة اللي بتصدر ان هناك تطبيق للاعدام واحكام الاعدام دون ان يقولوا ما هو السبب، يعني احنا في اجتماعاتنا كمان كمجتمع مدني لما كنا قاعدين مع بعض الدول اللي بتنادي بالغاء عقوبة الاعدام، قلت لممثلة البعثة البلجيكية اللي كانت بتتكلم معايا، قلت لها يعني على سبيل المثال اذا كان هناك ارهابي بيمسك متفجرات وبيفجر في اماكن عامة او في اماكن حكومية، أيوة. او في رجال شرطة او في رجال جيش، هل ذلك ترطونه في دولكم انتم؟ هل اذا كان هناك شخص بيقتل الابرياء
تردون في دولكم ان هو لا يتطبق عليه. كان رده ايه يا فندم؟ وبالتالي هو قالوا احنا كدوله ضد عقوبه الاعدام، قلنا لها لكن انتوا بتخالفوا اولا عندنا عاداتنا وتقاليدنا وقوانيننا. يعني وبالتالي تواصلنا ان يبقى في ضمانات لتطبيع عقوبه الاعدام، لكن فكره الغاء عقوبه الاعدام على ارهابيين قتلوا ابرياء وقتلوا رجال شرطه ورجال جيش، احنا كنا ضد. نشروا الخوف والرعب طبعا اكيد، وبيستهدفوا استقرار وامن الدوله طبعا. والقانون طبعا هو الفيصل النهائي اكيد. استاذ ايمن عقيل شكرا جزيلا لحضرتك رئيس مؤسسه معاد، شكرا لوجودك معنا. هو صحيح معاد دوري للاستعراض لهذا الملف في الامم المتحده، ولكن العامل الزمني هنا مش ممكن نغفله. هو معاد يعني مطبق كل سنه في نهايه كل عام، لكن هو مهم بالنسبه لنا جدا في هذا التوقيت. مصر بيتربص لها الكثير من الدول اللي عايزه تستهدف امنها وتستهدف استقرارها وتستهدف انضباط مجتمعها وقواتها الامنيه اليقظه والقوات المسلحه، بيزعجها هذا الوعي كمان والادراك والتعاون ما بين وتضافر الشعب مع قواته المسلحه، بيزعجها هذه الصوره المستقره اللي بتعيشها مصر في كافة المجالات، وارتقائها أيضا وتعافيها في مجالات وقطاعات كانت بتتكبد الخسائر في السنوات الماضية، النهاردة بتحقق انتصارات ونجاحات. كل ده طبعا في النهاية بيخلي دول كتيرة تبتدي تشتغل في أكتر من اتجاه للنيل من يعني هذا الشكل الجميل لمصر. لكن فريقنا الموجود في الأمم المتحدة بيقدم صورة صحيحة، بيقدم من خلال الملف الأرقام، المستندات، الأوراق اللي بتتكلم عن الواقع داخل مصر. وجه وزير التنمية المحلية بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاع التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين في الوزارة علشان يقوموا بجولات مفاجأة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات في الجمهورية. وطلب الوزير من فرق الرصد دي انهم يستمعوا كمان للمواطنين، يعني مش بس يروحوا للأحياء ويشوفوا الموظفين أخبارهم ايه وبيشتغلوا ازاي، كمان يبتدوا يتكلموا مع الناس اللي في الأحياء دي اللي جاية تخلص مصالح وعندها دايما قصص وعندها أمور كده بتضايقها في الأحياء. واحنا عارفين طبعا يعني انه الحي ده ممكن يعني يبقى عنده مشاكل كتيرة جدا مع المواطن للأسف، والخدمات المقدمة لكل مواطن من المحليات محتاجة دايما رقابة. مدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز دي برضو نقطة مهمة مع فرق الرقابة، وإزاي بيتم العمل مع الشكوى من حضراتكم اللي ممكن تتقدم في الحي. معظمنا ليه تجارب مع الحي، معظمنا عنده تحفظات. رصد التطورات كمان اللي موجودة في هذه الأحياء، لأنه في طبعا أحياء يعني بتراعي ربنا عايزة تتطور، عايزة ترضي المواطن، عايزة تشوف شغلها صح، الموظفين اللي فيها بتراجعهم، بتشوف مين اللي كان عنده يعني مشكلة مع احد المواطنين، مين تعامل بشكل غير مرضي الى اخره. خلينا نشوف مساعد وزير التنميه المحليه الدكتور خالد قاسم ضيفنا على هذا التليفون وهذا الموضوع، وعنده اكيد معلومات واخبار اكتر. دكتور خالد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذ ريهام وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم، وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. تمام، كل سنه وحضرتك طيب ومصر بخير يا رب. طبعا هي خطوه مهمه جدا لتواصل الاجهزه المحليه والمسؤولين في المحافظات مع المواطنين علشان يتابعوا شكواهم ويتعاملوا مع المشاكل اللي موجوده فعلا على الارض في المدن والمحافظات. يا رب بس الهدف ده يتحقق. ممكن اخد فكره يعني فرق الرصد الميداني دي، الجولات المفاجئه اللي حصلت، يعني ازاي عرفتوا توصلوا منها لحقيقه الامور علشان المواطن فعلا يبقى عنده ثقه انه يعني شكواه واستغاثته محل رصد؟ بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك تشرفتي وقلتي ان مع الوزير اللي هو محمود شعراوي بالفعل اكد على فرق الرصد والتفتيش والمتابعه، لان احنا عندنا قطاع للتفتيش والمتابعه ليه خريطة سنوية بينزل يفتش فيها في المحافظات على المهام اللي بتقوم بيها الوحدات المحلية في كل محافظات وقرى نجوع مصر. وفي كمان بالإضافة إلى ذلك تم التشكيل لفريق اللي هو خدمة المواطنين يبقى كمان موجود معاهم لرصد الشكاوى اللي تم
بحثها وتم حلها. الفريق ده بينزل يصور طبيعه حل المشكله، هل حصلت الحل بالشكل المرغوب ولا لا، وبيتم التواصل مع مقدمي الشكاوى دي كويس. ويتم الكلام ده مراجعته وعرضه على السيد الوزير بشكل كتابي وبشكل مصور وفيديو، بحيث ان احنا نتاكد من بشكل مصور. مصور يعني بمعنى شكوى المواطن يا فندم حضرتك تقصد انها بتكون مصوره؟ بالظبط بالظبط يا فندم. وزي ما حضرتك تعلمي وقلنا قبل كده في مبادره صوتك مسموع، ان الشكوى بتجينا بشكل مصور سواء على الواتساب او بشكل فيديو، واحنا بننزل نتحقق من تمام حلها، لان كما حضرتك تعلمي ان في 27 غرفه عمليات موجوده في المحافظات لصوتك مسموع، بيشرف عليها الساده سكرتير عموم المحافظات، وبالتالي من الاهميه بمكان نتحقق من ازاله اسباب الشكاوى دي. الشكاوى دي يا دكتور خالد وصلت لقد ايه لحد يعني دلوقتي من اول ما بداتوا عمليه الرصد؟ احنا بنتكلم النهارده في سنه وتقريبا شهر، احنا بنتكلم النهارده يفوق ال 80,000 رساله، بنتكلم في عدد من الشكاوى تقريبا 56% منها بيتمحور حول القمامه وبالتالي وازاله اثارها، وبالتالي احنا مركزين جدا ان تقييم اباء الاحياء هيكون على ازاله اسباب هذه الشكاوى، بحيث انه الجزء المتعلق بازاله القمامه او ازاله الاشغالات او ازاله التعديات على اراضي الدوله او الجزء المتعلق بمخالفات البناء، كل دي يا فندم بالفرق العمل هتنزل تتاكد منها على الارض. وكذلك الامر زي ما اكدت لحضرتك، تقييم رؤساء الاحياء والوحدات المحليه بالتنسيق مع المحافظات هيكون محل تقدير للناس المتميزين في عملهم، واي تقصير كما اكد النهارده معالي الوزير اللواء محمود شعراوي في تصريحه ان اي تقصير هيواجهه من طيب الحال. دكتور خالد طبعا جهد مشكور جدا. قبل ما اختم مع حضرتك دلوقتي، لو في اي مشاهد او مشاهده بيسمعونا وعنده مشكله كبيره مع الحي عايز يبلغها بعد ما سمع الاخبار دي من حضراتكم بانه في فرق رصد فعلا بدات تفتش وتراقب خدمه المواطن في الاحياء، ودي كلها جولات مفاجاه، يعني ممكن تقول له يتصرف ازاي يعمل ايه؟ يبعت لنا على رقم واتس 011 011 60 67 83 ده الواتساب. الرقم الساخن رقم واتساب، الرقم الساخن 15330. ممتاز. او على صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. شكرا. لو في مستندات عايز يبعتها لنا يبعتها لنا على البريد الالكتروني، الزملاء قاعدين وبيفرغوا لنا هذا الكلام اول باول. انفو ات ام ال دي دوت جاف دوت اي جي. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. انا هقولهم سريعا لحضراتكم مرة تانية، انا متأكدة ان في حد بيسمعني دلوقتي بيقول يا ريت نعرف يعني ازاي نوصل للجهات المسؤولة للتحقيق في حاجة معينة شافوها متحفظين على شيء، تعامل مع المواطن بشكل غير مرضي الى اخره، يعني من شكاوى واضح طبعا تفاقم القمامه اللي ممكن انها تغلق شوارع او ميادين هي المشكله الابرز والاهم، زي ما قال دلوقتي دكتور خالد دي اكتر مشكله واجهوها من المواطنين ومن الناس. الناس متضايقه ان في شوارع لان يعني فيها قمامه كتير، لانه في النهايه هي طبعا بتنعكس على الصحه العامه، ودي طبعا مسؤوليه الحي. ودلوقتي الزملاء بيقولوا لي انه التليفون على الهواء، الخط الساخن 15330، الخط الساخن علشان حضرتك او حضرتك عايزين تبلغوا عن اي حاجه بالنسبه للمشاكل الخاصة بالأحياء، وإزاي طلبتوا منهم مثلا أنهم يحلوا مشكلة ويعني محتاجين سرعة الأداء على سبيل المثال يعني. وفي كمان الواتساب 011-50-60-67-83 011-50-60-67-83 ده واتساب برضو ممكن حضراتكم تبعتوا عليه المشكلة، أو صوتك مسموع عبر الصفحة الرسمية اللي بتحمل هذا الاسم برضو ممكن حضراتكم تقولوا مشكلتكم عليها. قواعدكم ان احنا هنعيدها مره ثانيه، انا عارفه ان في قصص كتير يعني عند حضراتكم تحبوا ان الجهات المعنيه تعرفها، لانها في النهايه هي بتخدم الجميع ما تخدمش شخص واحد، دي مشكله بتكون مرتبطه بحي كامل. ذكرت وكاله بلومبرج الامريكيه انه تدهور الاوضاع الاقتصاديه في تركيا
وسط ارتفاعات معدلات البطالة ونسب التضخم أدت لزيادة حالات الانتحار الجماعي في تركيا، وده عقب إعلان الشرطة التركية انتحار عائلة بأكملها. العائلة مكونة من 4 أفراد امبارح، والعثور على جثثهم في منزل العائلة في منطقة في تركيا جنوب البلاد، في تاني حالة انتحار جماعي بتشهدها تركيا من خلال يعني الأحداث الاقتصادية المتراجعة في تركيا، وده في أسبوع واحد بس بسبب تأزم طبعا الأوضاع الخاصة بالحالة الاقتصادية للمواطن التركي. بلومبرج قالت أن الشرطة التركية عثرت على جثث لرجل ومراته واثنين أطفال في منزل في أنطاليا، وترك الأب رسالة بيقول انه عاطل عن العمل من 9 أشهر ولم يعد في امكانه ان يستمر في الحياة، وده بعد اسبوع واحد بس من تسجيل اول حالة انتحار جماعي في تركيا في اسطنبول. عثر على جثث ل4 أشقاء في منزلهم، قرروا انهم ينهوا الحياة بسبب تردي اوضاعهم الاقتصادية. واشارت الوكالة الامريكية بلومبرج الى ان معدل البطالة في تركيا بلغ 13.9%، يعني 4.6 مليون عاطل زي ما رصدت الوكالة الأمريكية في تقريرها، عاطلين عن العمل في بلد عدد سكانه تقريبا أكتر من 80 مليون نسمة. طبعا دي نتيجة لسياسات أردوغان اللي درسوها مع حضراتكم في حوارات كتيرة جدا، واتكلمنا عن تراجع الليرة التركية، اتكلمنا عن يعني استقالات داخل الأحزاب التابعة لأردوغان، اتكلمنا عن أمور مرتبطة بالسياسة لما طلب الانتخابات تتعاد مرة تانية، انتخابات اسطنبول، وأكد على أنه اللجان المسؤولة عن التحكيم في الانتخابات دي لجان يعني فيها مشاكل وفسدة، وطلب أنهم يتحكموا ويتحقق معاهم، وفي النهاية عملوا له كل اللي هو عايزه، والانتخابات كانت لصالح الخصم، والمرة دي كانت في الجولة الثانية بأريحية شديدة، الخصم هو اللي نجح وحزب أردوغان هو اللي سقط، وكانت ليلة سقوط أردوغان. بعدها استمر في هذا التعنت لما طبعا يعني تدخل في أنه يقيل محافظ البنك المركزي، وده أمر المفروض أنه لا علاقة له به، وكان يعني سبب استياء شديد لكافة الأوساط الاقتصادية في العالم. في تسجيل صوتي نشرته منصات تركية مسربة ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس قناة 24 تي في عاكف باقي، بيكشف تدخل أردوغان لما كان رئيس الوزراء في السياسة الإعلامية لهذه القناة وانتقاده لأداء المذيعين فيها، وألمح لرئيس القناة أنه لازم يطرد الناس دي، وقال له أنه الناس دي يعني مش شايفين شغلهم، فيما معناه أنهم ما بيحققوش الهدف المرجو من أجندة أردوغانية واضح أنه كان متفق عليها. خلينا نسمع هذا التسجيل الصوتي. Biliyorum da şimdi Mustafa'ların programını Siyaset 24'ü. Yani garip garip böyle şeyler var. Yani bir taraftan sokak hareketlerini meşrulaştırırlarken, bir taraftan affedersin her türlü tehdidi meşrulaştırırken. Doğru başbakan. Kendi o ajandalarındaki şeyi ortaya koyuyorlar. Ve şimdi burada tabii bakıyorsun bir tarafta Mustafa, öbür tarafta Ali, Hasan Cemal, Oral, şey, Okay Gürensin. Yani anlamıyorum nasıl böyle bir tablo oluşturuyorsunuz yani. Evet ediyorum ya. Bizim Mustafa, ben şeyi takip edemedim başbakanım, şeyden tamponu aldırdığım için televizyona çok bakamadım. Tamam. Ya kardeşim, yani niçin biz buralarda yani ağırlıklı olarak kendi sesimizi olmuyoruz hala ya. Yani ben bunu size anlatamıyorum ya. Bu adamlardan bize bir şey olmaz. Tamam, ben hemen arayayım o zaman Mustafa'yı başbakan. طيب ده تسجيل صوتي منصات تركية بتفتح فيه انتهاكات وتدخلات أردوغان، وقاموا لكل المعارضين ليه وصولا لطردهم من أماكن عملهم، وده لمجرد أنهم على ما يبدو انتقدوا في سياساته، انتقدوا في حكمه، انتقدوا فيما يقوم به من أعمال للأسف بتنعكس بشكل سلبي على أوضاع تركيا سياسيا واقتصاديا، وأيضا علاقتها بالدول
الأخرى يعني السياسة الخارجية لتركيا. طبعا ده شيء بيخصم أيضا من رصيد أردوغان في المجتمع التركي بجانب أفعاله الأخيرة اللي دايما بنتابعها طبعا مع حضراتكم حينما يكون عندنا الأخبار بالورقة والقلم بالأرقام بالنسب، إزاي الأوضاع الاقتصادية متراجعة في تركيا وإزاي ده بيشكل العبء الكبير على المواطن التركي وده أدى لحالات الانتحار اللي تابعناها مع حضراتكم في هذا الخبر. النهاردة ذكرى ميلاد الشحرورة الجميلة صباح اللي رحلت عن عالمنا بجسدها، ولكن طبعا أعمالها الفنية خالدة في أذهان الملايين من الشعب العربي، تركت للتاريخ أكثر من 3000 أغنية وأعمال سينمائية كتيرة وأعمال مسرحية حلوة وأغاني وفرح وتفاؤل. صباح دي لما تفتكرها تفتكر كده على طول الضحك والغنى والجمال والشياكة وكل حاجة كده أنيقة كانت مصاحبة ليها في أعمالها الفنية، بجانب طبعا الأسماء الكبيرة اللي كانت بتشاركها الأعمال السينمائية. اسمها الحقيقي جانيت فاغالي. نشأت صباح جانيت صغيرة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدة في جبل لبنان، واشتهرت فنيا باسم صباح إحدى أيقونات الفن العربي، واحدة من الأيقونات اللبنانية لجانب طبعا فيروز ووديع الصافي. عندنا طبعا دلوقتي يعني في ذكرى صباح اتصال هاتفي، وقبل الاتصال الهاتفي خلينا نشوف التقرير عن حياة صباح ونرجع وناخد فكرة من عائلة صباح عن الشحرور. معانا جانو فيغالي ابنة شقيقة الفنانة الجميلة الشحرورة صباح. ازيك يا جانو؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ريهام؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ذكرى ميلاد صباح ذكرى جميلة جدا. انا بتهيألي صباح ملهاش اغنية حزينة، ملهاش اغنية فيها زعل فيها بكاء، متهيألي صباح كانت بتأكد دايما على الفرحة والتفاؤل من خلال الطرب اللي كانت بتقدمه في اختياراتها. صحيح، هي دايما كده. هي انا دايما بقول السبوحة دي الحياة بأجمل معانيها، كل حاجة حلوة يعني، حتى لو قدمت اغنية فيها شوية حزن لازم هتلاقي في كوبليه داخل فيه فرح برضو. جانو انا معايا الصور دلوقتي على الشاشة واحنا بنتكلم، الصور جميلة جدا هايلة، في صور بتجمعها بالفنانة بفنانات مصر، فنانة نادية لطفي مثلا دلوقتي الصورة اللي معانا، الفنانة الجميلة طبعا نادية لطفي ربنا يديها الصحة، هنا محمد الموجي على ما اعتقد في الصورة. مين اللي معاه في الصورة؟ مين الطفل اللي معاها؟ مش عارفه انا، بتالي حد يقرا. تمام، معانا عبد الحليم حافظ كمان في الصوره اللي فاتت، وواضح ان هم كانوا يعني بياكلوا مع بعض طبعا كوكب الشرق ام كلثوم في الصوره اللي موجوده برده دلوقتي، ساميه جمال صوره بتجمعها مع ساميه جمال، دي صوره نادره يا جانو؟ لا لا، هم كانوا اصحاب جدا، عندهم كذا صوره، حتى كانوا في مهرجان كان عندهم صور كتير قوي مع بعض. محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي، الصور الحلوه دي صور فيها عمالقه فيها اساتذه. الشحروره قدمت حياه ثريه جدا، ممكن تقولي لي يا جانو انت صاحبتيها في فتره كبيره جدا من حياتها، اهم يعني المشاكل اللي قابلتها في الاخر، الحاجات اللي كانت بتضايقها. الشحروره عاشت مع اجيال كتير على فكره وشافت فنانين كتير وتقدمت قصه حياتها وهي عايشه. صح صح مظبوط. هي عارفه هي من النوع، من هي من وهي صغيره عانت كتير، بس من نوع بترمي ورا ظهرها. هي دايما كانت بتقول قبل ما تقولي اقلعوا مشاكلكوا بره وتعالوا، انا مش عايزه مشاكل، عايزه بس اتكلم عن حاجات فيها ايجابيات وتفاؤل وحاجات حلوه. فحتى في الاخر وهي تعبانه كانت دايما برضه متفائله وبتحب الحياه وبتخلينا نحب الحياه. طيب قولي لي لما تقدمت قصه حياتها كان رد فعلها ايه؟ كانت موافقه على كل يعني التفاصيل اللي كانت موجوده في المسلسل اللي كان بيحكي حياه الشحروره؟ طبعا هي كانت مبسوطه جدا، واحنا دايما كنا بنشكر الاستاذ صادق الصباح على انه عمل لحياتها السيره الذاتيه وهي موجوده وقدرت تشوف ده، يعني دي ما حصلتش لاي فنان قبل كده، وهي كانت سعيده جدا بده، وهي بتحب الفنانة الجميلة كارول وانا بموت في كارول، ويعني قدرنا انا شخصيا كنت بتفرج عليه بقلبي، فكنت شايفة ان المسلسل حلو.
طيب قولي لي علاقتها بالوسط الفني، اقرب ناس كانوا لصباح، يعني انا شايفه صور، واحنا كان عندنا كمان المفروض صور اكتر من دي بكتير بتبين وبتاكد عن علاقتها بالفنانين كلهم على مر اجيال كتير، ممكن تديني فكره كده عن العلاقه دي؟ طبعا ده حتى كنت بشوفهم احنا في البيت عندنا، كان الاستاذ محمد عبد الوهاب، الاستاذ فريد الاطرش، الاستاذ عبد الحليم، مدام مديحه اليسري، مدام فايزه احمد، مدام ورده، مدام شاديه، كل دول انا بتكلم عن القديم، انما بعد كده بقى في صداقه جامده جدا مع مدام سمير شلبي، استاذ احمد سمير، مدام بوسي واستاذ نور شريف، مدام بوسي شلبي رمز الوفاء طبعا، الاستاذ محمود عبد العزيز، الاستاذ محمود ياسين، يعني بصراحه كان كلهم ومدام شهيره كانوا اصدقاء كتير جدا، يخرجوا مع بعض يروحوا لبعض وكده، يعني طول الوقت يكلموا بعض. هي بتحب انا عايزه فرصه لو سمحتي يا ريهام، عايزه اشكر من هنا الاستاذ رفيق ده ورجل الاعمال اللي طلع المره اللي فاتت في واتكلم عن السبوحه، عن وصيه السبوحه قدام فخامه الرئيس السيسي، وقال ان وصيتها ليه لما قابلته في الطياره قال لها انا هشتغل في مصر، قال وصيتها ليه قالت له حبها، حب مصر. فانا عايزه اشكره، مش عارفه اوصل له ازاي ما اعرفوش، فقلت يمكن عن طريقك انت نقدر نشكره على اللفته الجميله دي، وانه فضل فاكر الوصيه الرائعه دي، عشان فعلا مصر صعبه قوي ما تتحبش. رجل الاعمال اللبناني، يعني طبعا انا بشكرك اصلا على وجودك معانا يا جان، ودايما كده متواصله معانا نعرف منك المزيد عن حياه صباح. صباح خالده باعمالها طبعا الفنيه، موجوده في كل حاجه، سينما ومسرح وحفلات ولقاءات، الحب والتفاؤل اللي بيملى كل حياه صباح دايما بنفتكره. نوفمبر بيحمل ميلاد صباح وايضا ذكرى وفاه صباح. شكرا جزيلا لجان وابنه شقيقه الفنانه صباح على وجودها معانا. خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا إن بكرة إن شاء الله يبقى في طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء، نهارا لطيف ليلا. الرؤية بتقل في الشبورة المائل كثيفة صباحا، بتصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وبيصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، وبتوصل لحد السيول على سلاسل البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. هيئة الموانئ البحر الأحمر أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الموانئ غالبا في 6 محافظات، السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء، للاستعداد لموسم الشتاء. طبعا الطقس متقلب في الفتره الحاليه، ودي كانت نشره سريعه جدا علشان بس ناخد حذرنا. بختتم معاكم بتقرير عن ذكرى وفاه معالي زايد، مغناطيس الادوار الصعبه، معالي زايد الجميله صاحبه الجمال الخاص، يعني وايضا كانت بتمتلك نوع اخر من الفن، هو الفن التشكيلي. خسرها الفن التشكيلي لكن كسبناها في التمثيل. هسيبكم مع تقرير عن حياة الفنانة الراحلة معالي زايد، وألقاكم بعد فاصل قصير ونبدأ أول حواراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلنا في البدايه انه احنا هنتكلم دلوقتي عن اللجان الالكترونيه لجماعه الاخوان الارهابيه، وهو حوار بيتصل بحوارات سابقه عن اللجان الالكترونيه الاخوانيه اللي بيقوم بها عناصر الجماعه على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي برسائل ممكن تبقى شبه بعضها، ممكن تبقى مكرره، لكن المضمون والموقف واحد، والهدف ايضا ضد الدوله المصريه والتحريض من اجل النيل من استقرارها وتشويه الحقائق ونشر الاكاذيب ايضا يعتبر هدف واحد. للأسف في من يتأثر بهذه الأكاذيب والحملات اللي بيقوم بها لجان الإخوان الإرهابية، علشان كده من المهم ان احنا نتكلم عن هذه اللجان ونشوف ازاي بيشتغلوا علشان نعرف اكتر عن طريقتهم في التحريض والتشويه. خلينا ناخد فكرة اوسع في هذا الحوار مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركة الإسلامية. أستاذ ماهر اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ماهر. استاذ ماهر هبدأ مع حضرتك بسر اعتماد الجماعة على التشويه ونشر الأكاذيب من خلال هذه اللجان الإلكترونية، عملية التأكيد على رسائلهم من خلال السوشيال ميديا. بعد التحية وشكرا على الاستضافة. لازم يعني نقصر الموضوع، المشكلة في مشكلة حقيقية. ايه المشكلة؟ ان جماعة الاخوان المسلمين واعضاء جماعة الاخوان المسلمين بيروا ان اي
حاجه هم بيعملوها هم حق وغيرهم الباطل، يعني هم فريق الحق والاخر هو الباطل. طيب تاني حاجه ان الجماعه هي الدوله وهي الامه. تلاتة ان عضو الجماعه لا يسال الجماعه عما تفعل ولا يسال قيادات الجماعه عما تفعل. النقطه اللي بعدها ان عضو الجماعه يعني زي ما قال عمر التلمساني ان كالميت في يد مغسله. ولذلك هنا لا يفكر لا يعقل، مش مطلوب منه ان هو يفكر فيما تفعله الجماعه ولا يفعله التنظيم. الحق المطلق هو لدى الجماعه، وان هذه الجماعه في النهايه بتخوض حرب، حتى لو اتهزمت في هذه الحرب فهي الحرب طويله واحنا لازم نكمل فيها طوال الوقت. ولذلك تلاقيهم دايما هم مصرين على اللي هم فيه، بيروا ان اعدائهم دول اعداء الامه الاسلاميه مش اعداء الجماعه ولا اعداء الاخوان. بيروا ان هو ممكن يعمل اي شيء في سبيل تحقيق هذا الهدف، يعني يكذب، ممكن يعني يعمل ترويج لاشاعات معينه، ممكن يهدم الدوله، ممكن يعمل اي شيء. المهم ان الهدف الاسمى اللي هو بيحققه هو ده، او بيسعى ليه هو ده الهدف الاسمى، وانه لازم يوصل باي وضع. عند الاخوان كجماعه السياسه تقدم على الدين، رغم ان هم دايما طول الوقت بيتكلموا باسم الدين. ورغم ذلك هو يستغل الامور السياسيه في تحقيق مآربه، فدايما هو ممكن الكذب يجوز ان يفعل، ان يكذب، يجوز ان هو يروج، يجوز ان هو يعمل اي شيء طالما ان هذا سوف يحقق الهدف اللي هو عمله. ده التنظيم بتلخيص، يعني احنا بملخص بسيط جدا، عضو الجماعه الذي لا يفكر، والجماعه اللي هي الكبرى دي اللي هي بيعتبرها الامه. وهو خلق مجتمع منزوي، جيته مجتمع مع نفسه، يعني تلاقي دايما العضو الاخواني عضو مع يعني كل علاقاته داخل الجماعه، حتى علاقاته الاجتماعيه داخل الجماعه، والجماعه نفسها بتحاول ان تحاصر افرادها اللي هو لا يخرج خارج اطار هذا المجتمع. وما يسمعش للاخرين ولا يقبل الراي الاخر، وما عندوش استعداد يسمع لكل الاتجاهات الاخرى، يسمع لراي الجماعه بس. ومن ثم هذه العقليه هي اللي انت بتواجهيها. ايوه تمام. هي هذه العقليه هي اللي بتعمل ده، هي اللي بتعمل هذه الخطه. طيب الاخوان هنا في الفتره الاخيره ماذا فعل في الجماعه؟ أيوة. وماذا فعل في الجماعه بنا؟ الجماعة طبعا كانت وصلت للحكم في خلال عام كئيب على مصر، ولم تكن متصورة أبدا أن في يوم من الأيام تحقق هذا الهدف مطلقا، لكنها في غفلة من الزمن وفي غفلة من الشعب المصري وصلت للحكم. هم اتكشفوا، يعني ممكن طبعا يكون وصولهم لسدة الحكم ده لي يعني جعل الشعب المصري يراهم على حقيقتهم تماما، لانهم كانوا بيدعوا المظلوميه طول الوقت، وانه ما لهمش فرصه وما لهمش مساحه، فاخذوها. فالحقيقه بقى كل شيء خلاص يعني. طبعا هو في طبعا تم كشفهم في خلال هذا العام. هو لما وصل للحكم ده وبعد كده الشعب المصري طلع في 30 يونيو 30 و3 7، شفنا ده حصل نوع من الجنون لدى جماعة الإخوان المسلمين، وحصل نوع من الهبل، وحصل نوع من أنه هو مش متصور أبدا كيف يكون وكيف خرج، كيف دخل الاتحادية وكيف يخرج منها. وأصبحت هناك مساءلات من أفراد الجماعة لقيادات الجماعة لأول مرة، ماذا فعلتم بالجماعة؟ وليه احنا عملنا ايه الخطوات اللي احنا خدناها دي؟ فبدأت الجماعة تأخذ سياسات ومنحنيات تشغل أفرادها بقضايا خارجية بقى، يعني بدل ما هي تحاسب نفسها ويسأل هؤلاء القيادات التاريخية لجماعة الإخوان اللي زي محمود عزت ومحمد بديع وغيره، لا، هو النهاردة شغل الأفراد بصراع مع الشعب نفسه، بصراع مع الدولة ذاتها اللي هو نشأ فيها. فبدأ هو هنا يأخذ ما يسميه هو الصراع الكامل مع الدولة، ويأخذ ما يطلق عليه داخل خطته ما يسمى الثغرات المؤلمة لهذه الدولة. ده كلام بالنص، يعني كلمة الثغرات المؤلمة دي هو قايلينها بالنص في خطته. تمام. فهو ايه الثغرات المؤلمة؟ هذه الثغرات المؤلمة اللي هي ان طوال الوقت اقوض هذا النظام الموجود القائم، اقوض هذه الدولة وافشل هذه الدولة بحيث انها ما تنفعش لا لحد
يحكمها، طالما هي انا مش على ثبت الحكم مش مشكله مين يعني. المهم ان انا اقوض هذه الدوله. طيب عن طريق ايه الكلام ده كله؟ وافشل النظام القائم عن طريق نواحي متنوعه. واحد، الناحيه الاقتصاديه، ازاي افشل الاقتصاد بتاع الدوله؟ ازاي اني اوقع الدوله اقتصاديا؟ هل اوقع الدوله اقتصاديا عن طريق عمليات ارهابيه مسلحه؟ ممكن ان انا هعمل ده، وهعمل مجموعات ارهابيه مسلحه، وهطلق عليها اسامي مختلفه مش الاخوان المسلمين. وللعلم يعني هو دي سياسه متبعاه جماعه الاخوان المسلمين جل تاريخ يعني. يعني حتى لما نشوف حتى في سوريا هتلاقي مثلا الان تلاقي اكتر من 100 فصيل، 100 ميليشيا اخوانيه. انا مش بتكلم على القاعده ولا بتكلم على تنظيم داعش، انا بتكلم على الفيلق الموجوده، فيلق الشام والمجلس الوطني، تلاقيهم حتى واخدين اسامي المجلس الوطني. ايوه، مش هتحسي ابدا انه اخوان. فيلق الشام، فالدرع مش عارف ادلب كده يعني. فتلاقي هو دايما يعمل المجموعات الارهابيه دي باسامي مختلفه. فنعمل ده في مصر، ما نعمل المقاومه الشعبيه، ما نعمل العقاب الثوري، ولازم نضغمها بالثوره، خليها ثوره عشان يعني تكسبها كده طعم كده. طبعا قدامك نكسبها الطعم الثوري. الطعم الثوري ده جذاب لفئات كثيره جدا من المجتمع، وبالذات فئه الشباب، وبالذات الفئه اللي هي طوال الوقت شغاله ومتصوره انها ثوريه. فهو انا هجذب هذه الفئه واستقطبها. تاني حاجه ممكن نعمل حسم بعد كده، تفشل دي نعمل حسم، نعمل لواء الثوره، نعمل الكلام ده كله. فدي جزء افشل بيه الدوله اللي هو العمليات الارهابيه. طيب وممكن كمان اتحالف مع داعش، فلاقي ابن الديب ده القيادي عمر الديب يروح سينا، مفيش مشكله، ما نروح سينا، واعمل تحالفات مع تنظيم القاعده، واعمل تحالفات مع اجناد مصر والمجموعات دي كلها الارهابيه. طيب دي الناحيه الاولى. المحور الثاني، الفشل الاقتصادي ده يتم عن طريق نشر الاشاعات. تمام. افشال الدوله من ناحيه ان اي حاجه ايجابيه بتتعمل لازم اهدها في اذهان الناس، يعني لازم اهون منها. اي مشروع انت بتشوفيه ايجابي، اي شيء ايجابي، لا انا هخليه سلبي، يعني احول هذا الايجابي الى سلبي. افشل الدوله عن طريق الدولارات وتهريبها، افشل الدوله عن طريق اي اشياء يعني عملوها في يعني ده يعني لو طلعنا على القضايا اللي هم عملوها خلاص هتلاقي كل الخطط دي موجوده. طيب دي الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه المحور الاعلامي. ما انا هشتغل على الاعلام من ناحيتين، الاعلام اللي هو الموجه، اللي هو موجه بشكل مباشر. طيب. ده اللي هو موجود قنوات في تركيا وغيره، والاعلام اللي هو بطريقه غير مباشره موجهه. أيوه. بس بطريقه غير مباشره. أيوه. الاعلام الجديد اللي هو اعلام السوشيال ميديا واعلام اليوتيوب واعلام الفيديوهات القصيره والبرامج القصيره والفيديوهات اللي تبث والتويتات وهذا الكلام كله. وده اعلام خطير جدا وبيصل بسرعه ولا يكلف وغير مكلف. وانا كمان عشان خاطر الدوله صحي قوي، الدوله المصريه صحي قوي، والامن صحي قوي، انا مش هعمل ده من مصر، لا انا هعمله من الخارج. هتلاحظ حتى خلال ثلاث اشهر اللي فاتت مش هتتخيلي الصفحات اللي بتبث والصفحات اللي اتعملت على الفيسبوك وتويتر منين؟ من اوكرانيا مثلا، هتلاقي صفحات مهمه جدا، جبهات بقى مختلفه متعدده، تمويه غريب جدا. اوكرانيا، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه. أيوه. جيبوتي، هتلاقي الدول بعيده جدا وتلاقي عناصر اخوانيه رايحه هناك وشغاله كويس جدا في هذه المسائل، وهم بارعين ومدربين وعايشين في هذه البلد وعارفين كويس. فهو بيعرف يشتغل على ناحيه السوشيال ميديا، واشتغل على الاعلام الجديد ده، واسيب بديل محور الاعلامي. طيب. امسك المحور السياسي اللي هو المحور الحقوقي بقى. ما انا عندي مثلا لجان الاغاثه اللي هي مثلا احسان شبيب في لندن وهان البنا وهذه المجموعات، ودايما برضو كل لجان الاغاثه اللي هي مدعومه دايما من تلاقيها من جمعيه عيد الخيريه في قطر، او المدعومه من بعض المقربين من الاخوان في دول الخليج، هتلاقيها كلها برضو لا تحمل اسماء اخوانيه مطلقا، وتحمل وجهات او وجهات اجتماعيه. هذه الوجهات الاجتماعيه انا بستغلها في الاستقطاب وفي دعم الاعمال بتاع اللجان الالكترونيه ودعم اعمال الجماعه الاخرى. لاحظي ان كل المجموعات اللي هي مثلا المجموعه اللي تم تسليمها من الكويت كانت شغاله ازاي؟ شغاله دعم اقتصاد بس وحاجات اجتماعيه، وبيدعم عن طريق الخارج. طيب هذه الواجهات الاجتماعيه
وكمان نحط جنبها اللجان الحقوقية اللي تقول حقوق الإنسان ومش عارف ومنظمة مش عارف ايه لحقوق الإنسان، وتلاقي واجهات كتيرة جدا، عشرات المنظمات اللي هي تلعب قانونيا وحقوقيا على ان البلد لا يوجد فيها حقوق إنسان ويوجد فيها اضطهاد ولا يوجد وهكذا، ونلعب كمان على عنصر الفتنة الطائفية من خلال هذه المنظمات. فأنا عندي محور سياسي بلعب عليه، ومحور إعلامي بلعب عليه، ومحور إفشالي اقتصادي بلعب عليه، وفي داخل ده كله بتتوزع المجموعات الإخوانية. ممكن توزعيها بقى وحط الخريطة زي ما تحب، يعني احنا ممكن نوصفها زي ما نحب، هنحط الكلام ده كمجموعات مسلحة إرهابية في قطاع، هنحط المجموعات دي في مجموعات اقتصادية للإفشال. واحنا عارفين كمان حتى الإخوان في أيام مبارك كانوا شغالين على أربعة نواحي، وهم طول عمرهم كده، يعني مش دايما، ما يحاولش ان هو يحد نفسه يحد في إطار واحد حتى لا يقضى على هذا الإطار فيقضى على التنظيم. فتلاقيه هو شغال على أربع نواحي، الناحية الاقتصادية ده جناح اقتصادي سري، وهذا الجناح قياداته دايما في خارج مصر، واحنا عارفين بعض منهم زي يوسف ندى وغير وغير. وهتلاقي دلوقتي إبراهيم الزيات هو اللي ماسك الكلام ده كله. الجناح السياسي اللي هم اللي احنا كنا نشوفهم قدامنا بقى، اللي هو اللي بيشغلونا، هو عصام العريان ومش عارف ومين ومين، المجموعه اللي هي بتلعب في البرلمان، بيشغلونا البرلمان ومجلس الشعب والنقابات والقصص دي كلها، ده بيلعب سياسه قدامنا. لكن في جناح اقتصادي، ميليشيات اقتصاديه سريه وميليشيات عسكريه شغاله ايضا. استاذ ماهر، معركه الوعي اللي لازم نشارك فيها كلنا لمواجهة الألعيب، مخاطر الجماعة، لأنه ده نوع جديد من المعارك بأسلحة أيضا جديدة، بيستخدموا التكنولوجيا الآن للوصول لأكتر عدد للتأكيد على رسائلهم. شايف حضرتك إيه اللي مطلوب؟ يعني شايف إزاي المجتمع يتضافر؟ بيتقدموا طبعا جهات معنيه بدا شويه زي وسائل الاعلام مثلا، ليه يعني يكون ليها دور واضح وحاسم في هذا الملف. في العمق دايما لازم نواجه هذه الخطط الاخوانيه في العمق دايما. يعني انا مش هلعب على، يعني انا وجهه نظر، دي وجهه نظر شخصيه، انا بتحمل مسؤوليتها. يعني مش كل ما يفعل هذا من بعض الناس على السوشيال وغيره، هذا لا يعبر عن عمق جماعه الاخوان في الحقيقه. عمق الاخوان هو افكار الاخوان. نعم. عمق الاخوان هو الأفكار بتحملها للمجتمع. لما أجي أتكلم عن مثلا فكرة وجوب عمل تنظيم، لما أجي أتكلم عن فكرة السمع والطاعة للمرشد، لما أجي أتكلم عن قدسية حسن البنا، قدسية القيادات، لما أتكلم عن أفكار سيد قطب في هدم المجتمع ووجوب هدم هذا المجتمع لأنه جاهلي وبناء مجتمع إسلامي جديد، كل هذه الأفكار أعتقد أنها لو نوقشت نقاشا جيدا اعتقد اننا سنهزم الاخوان هزيمه في ملاعبهم على السوشيال ميديا. يعني احنا بنتكلم، احنا سايبين اساسيات العضو الاخوان اللي هو لا يعقل هذا العضو اللي هو عايش في تابول وحده، عايش في جيتي واخواني، وعايش طوال الوقت هو بيحلم بدوله الخلافه، هذه الخلافه الاردوغانيه تكون خلافه تبع بديع، تبع اردوغان، تبع اي حد، تبع الغنوشي. هم كيف تتحقق هذه الخلافه؟ كيف يتحقق هذا الحلم الاخواني؟ هل يتحقق النهارده بما يطلقون عليه ما بعد الاسلام السياسي؟ يعني انا اتخلى فيما بعد الاسلام السياسي عن مجموعه القيم اللي انا كنت بعملها في وجه جديد ليبرالي، واتخلى عن هذا الوجه الاصولي في وجوه جديده، زي ما عملت النهضه، زي ما عملوا الاخوان في المغرب، زي ما بيحاولوا دلوقتي اخوان الاردن، زي ما عمل اردوغان، خرج بوجه هو يقبل العلمانيه ووجه يقبل هذه الديمقراطيه، وفي ذات الوقت ويبطن داخله نفس الوجه الاصولي الاخواني القديم. هل هو هذه النظريه نواجهها؟ كيف نواجه هذه النظرية؟ نواجه الإخوان في عمقها، في أفكارها، في أدبياتها، في أن أفهم العضو الإخواني أن هذا الحلم حلم خادع، وأن حلم الشريعة وحلم الخلافة وهوس التنظيم، وأنه وجوب عمل تنظيم، كل هذا باطل وكل هذا خداع.
شكرا لك استاذ ماهر فرغالي الباحث في شؤون الحركه الاسلاميه للقراءه في هذه المعركه الجديده على السوشيال ميديا من قبل ميليشيات خاصه بالجماعه الارهابيه تتربص بمصر، تتربص باجهزه ايضا الدوله وتماسك الشعب والجيش والشرطه والقياده السياسيه في مواجهه الارهاب. شكرا جزيلا لحضرتك. التجاره الالكترونيه، كلنا بنشتري ونتسوق عبر منصات الكترونيه كتيره وبقت جزء من حياتنا، معظمنا نسبه كبيره بقت بتعتمد على ده في عمليه الشراء. خلينا نشوف واحنا بنتحدث عن ايام فيها تخفيضات ايه اخبار هذه الصفحات الالكترونيه وازاي ممكن يبقى عندنا معلومات مهمه جدا قبل ما نشتري وقبل ما نختار اي منتج ممكن يكون صالح لينا وفي الاخر نكتشف انه يعني كنا غير موفقين. خلينا نشوف الحوار اللي جاي ازاي ممكن ناخد الحذر بعد فاصل قصير. تحولات كبيرة يشهدها العالم في ملف التجارة الإلكترونية نظرا لتأثيرها على مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث يصل عدد المستهلكين عبر الانترنت إلى 2 مليار مستهلك، ويوجد بمصر ما يقرب من 17 مليون مواطن مصري يقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الانترنت تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا. ونظرا لتزايد حجم المستخدمين تتجه مواقع التجارة الإلكترونية لإطلاق حملة تخفيضات في شهر نوفمبر من كل عام والتي تدعى بالجمعة السوداء أو البيضاء، حيث تطلق حملة من التخفيضات تصل إلى 70%. وتمثل منطقة الخليج العربي مع مصر 80% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بمعدلات نمو سنوية تزيد على 30%. نمو اقتصادي سيصل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 28 مليار دولار ونصف بحلول عام 2022، ليصبح الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا الأسرع نموا في مجال التسوق الشبكي مع وجود حوالي 100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية. سارة شلبي، هنا العاصمة. شكرا للزميلة سارة شلبي على التقرير. الحقيقة بلاك فرايداي ده بيستمر لعدة أيام وبيلعب دور كبير جدا في زيادة حجم القوة الشرائية ونزول الناس، و هناك من ينتظره بيستنى الميعاد علشان طبعا بيعول عليه في شراء حاجات كتير، يعني سلع مختلفة. في دلوقتي 17 مليون مواطن مصري بيشتروا عبر الانترنت، طبعا ده بيرتبط ايضا بموسم التخفيضات والبلاك فرايداي، وهي طبعا مسألة امريكية اساسا موضوع الجمعة السوداء ده، وبدأ ينتشر وينطلق في باقي الدول. وصلت 2 مليار ونص دولار سنويا حجم التجارة الالكترونية في مصر، ده اللي احنا يعني بنصرفه لما بنشتري على الانترنت، 2 مليار دولار و 500 مليون، وتقريبا نفس المبلغ كسياحة وسفر، يعني إجمالي التجارة الإلكترونية في مصر 5 مليار دولار. الأرقام دي أرقام عايزين نقراها ونشوف هي يعني كبيرة ولا أرقام منخفضة بالنسبة لحجم الاستهلاك. الثقافة الجديدة اللي احنا بنعيشها دي أخبارها إيه؟ هل ستتمدد وتنتشر وتبقى أكتر من نسبة 2%؟ ضيفنا وضيفكم في الاستوديو عنده طبعا معلومات كتيرة كمان تفيدنا في عملية الشراء، المهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا هبدأ مع حضرتك بمستقبل التجارة الإلكترونية دي، يعني احنا دلوقتي فينا نسبة لا بأس بها بتتعامل من خلالها، هل مستقبلها يعني متوقع ليه الزيادة؟ احنا لو بصينا حتى على العالم احنا بنتكلم في حجم تجارة دولية في حدود 2.3 تريليون دولار، اغلبهم جاي طبعا من منطقة الصين وامريكا بيمثلوا 1.6 تريليون دولار. فاحنا النهاردة الرقم ده بيزيد سنويا في حدود 23%. فاحنا امام ظاهرة جديدة من تداول السلع والخدمات عن طريق الانترنت، وده شيء منطقي ان احنا اصبح عالم متصل، اصبح متصل لدرجة ان احنا ما نعرفش نرجع فيها حقيقة. يعني احنا بنتكلم في 3.5 مليار بني ادم موجودين في الكرة الارضية متصلين على شبكة الانترنت، وبالتالي من استخداماتهم هي التسوق والشراء من خلال منظومة الانترنت او يطلق عليها منظومة التجارة الالكترونية، اللي هي راحة كمان في اتجاه كبير جدا ناحية التجارة من خلال المحمول.
الصين النهارده بنتكلم في حوالي 800 مليار دولار من حجم التجاره الالكترونيه بتتم من خلال المحمول، فاحنا داخلين على مرحله جديده حتى من تغير شكل التجاره، مش مجرد ان انا استخدام الكمبيوتر او التابلت، لا انا بتكلم على الموبايل ابلكيشن او استخدام التليفون المحمول في التسوق، والعالم كله متجه لهذا الموضوع. يمكن انا شفت في التقرير موضوع الجمعه السوداء، الجمعه البيضاء زي ما احنا بنسميها هنا في مصر، هو ده بيوريني ان اي ظاهره عالميه نتيجه تواصل الناس من خلال شبكات الانترنت بتتحول الى ظاهره محليه في منتهى البساطه لما بتنجح. اكيد لما بتنجح وهو النهارده المسوقين والصناع ومقدمي الخدمات بيستغلوا الفترات المواسم، ان هي بقى اصبح موسم كبير جدا في وهي العالم. وهي عندنا طبعا 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 يعني كم الناس حجر يعني 30% من حجم التجاره في السنه بيتم في خلال الفتره دي. هي يا فندم كانت بتعتمد على يوم واحد وبعدين الامور بقى تطورت. طبعا السوق ما دام بيلاقي فرصه لتقديم تخفيضات بشكل موسع وبيجيب مقابله عملاء كتيره فبالتالي بيستمر، فسمحتوا بقى ليها انها تبقى مثلا. هو حقيقه المستهلك هو اللي سمح للموضوع ده، وهو اداء المستهلك ورغبه المستهلك لاستخدام الوسيله دي بالطريقه دي في اليوم الجمعه البيضاء او الجمعه السوداء خلى الموضوع يتطور. الناس تفكر انه ليه لا تستمر. طيب اخبارها ايه بقى مع التجاره الالكترونيه؟ يعني اكيد التجاره الالكترونيه مرتبطه بالاجواء اللي حواليها يعني. ما هو نتيجه الكلام ان نتيجه الناس متصله ونتيجه ان الظاهره دي جت لنا عن طريق الناس عرفتها من خلال الانترنت، فمنصات التسوق الالكتروني الكبرى اللي موجوده داخل مصر او خارج مصر بتعمل تخفيضات كبيره جدا، فنلاقي ان جزء كبير جدا من التسوق في خلال الفتره دي بيتم مباشره من خلال الانترنت. ايوه طيب هنكمل حوارنا عن انعكاس التجاره الالكترونيه على الوضع الاقتصادي ووضع السياحه كمان في مصر بعد فاصل قصير، خليكم معانا. عايزين نستفيد من الوقت المتبقي مع ضيفنا الكريم بانه ناخد شويه نصايح كده علشان واحنا بنشتري من على الانترنت يكون عندنا معلومات دقيقه قبل ما ناخد حاجه غير موفقين فيها، لانه طبعا علاقتنا بالمنتج بتبقى من خلال صوره ومن خلال يعني تميز بقى عرض هذه المنتجات في عمليه الترويج والتسويق لها بثقه شديده في انها جيده ويعني سلعه هتكون يعني زي ما المستهلك يحب. بجدد التحيه بحضرتك استاذ محمد. أهلا بحضرتك. وهبدا معاك بالتحولات اللي بيشهدها العالم مع انتشار التجاره الالكترونيه، هل ده محتاج منظومه تشريعيه ليها؟ ده اكيد. النهارده مصر طلعت قانون حماية البيانات الشخصية، ان طبعا انا لما بتعامل على الانترنت بحط بيانات كتيرة جدا عني، اسمي بعنواني بارقام تليفوناتي بارقام بطاقات الائتمان بتاعتي، فالنهاردة القانون اصبح يحدد كيفية التعامل مع تلك البيانات ومن حق له الاطلاع على هذه البيانات وكيفية التعامل معها ومدى احتفاظي بيها وهل ممكن اديها لحد اخر ولا لا، فدي في اتجاه حماية المستهلك او حماية الشخص المتعامل بالطريقة الالكترونية. دي حاجة. الحاجة الثانية في قانون يعني الدولة شغالة عليه قانون خاص بالتعاملات الالكترونية علشان يحدد المسؤوليات، مسؤولية البائع ومسؤولية المشتري، العلاقة بينهم، الليابيلتي او الجزء الوضع القانوني لكل واحد. وهنا لو بنتكلم حتى ده مهم جدا للنصايح للمتسوق على خلال شبكة الانترنت، مهم قوي ان هو يخش على المواقع ذات المصداقية وحتى داخل المواقع ذات المصداقية ان هو يشوف حتى الريتنج او مستوى تقييم مقدم الخدمة او مقدم المنتج. انا ممكن الاقي كمبيوتر او تابلت زي اللي مع حضرتك متقدم من 2 من الموردين، واحد واخد 4 نجوم واحد واخد 5 نجوم، فانا بقدر اقرر هل ده شخص جيد هل ده شخص موثوق فيه ولا لا. ان التجاره الالكترونيه او التعامل مع عن طريق الانترنت بيخلي كل حاجه مكشوفه، وكل النهارده ما اعرفش اخبي الشيء السيء ان انا هيجي عليا ريفيوز هيجي عليا كومنتات على المنتج او على مقدم هذا المنتج او مقدم هذه الخدمه.
ده كمان احنا بيودي ان ده بيؤدي تأثير كبير جدا على منظومة الاقتصاد. تمام. وجود الانترنت والتسوق او الشراء والبيع عن طريق الانترنت بيفتح مجال كبير جدا ما كانش موجود قبل كده للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عماد اقتصاد اي دولة، وبالتالي لو بصينا على منظومة زي في الهند مثلا، والهند بلد شبيهة جدا بظروفنا، احنا يعني كنا في مؤتمر دولي قريب على إدارة التكنولوجيا وشفنا الهند قريبة جدا الشبه بمصر بكل ما هو في مصر مقارب جدا موجود في الهند. هنلاقي ان الهند فيها حوالي 30 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بتشغل 100 مليون واحد، ودول بيمثلوا 40% من حجم الصادرات الهندية. تمام. بدون وجود ميديم أو وجود وسيلة للخروج بتلك المنتجات اللي بتقدمها الشركات الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة عن طريق الانترنت، كان من الصعب جدا الناس دي يكون لها موضع قدم في مجال التجارة الداخلية وما بالك التجارة العالمية. أظن إن احنا محتاجين إن احنا ننشط الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المصرية انها تمتلك منتج جيد، علشان النهاردة لو امتلكت المنتج جيد هتقدر تظهره على الانترنت، بفتح افاق تصديرية كبيرة جدا طبعاً. وطبعا كل شركة متوسط من 3 إلى 5 افراد بتشغلها، فانا بحل مشكلة كبيرة جدا من مشاكل التشغيل وخصوصا امام الشباب، وخصوصا ان هذه النوعية من الاداء الاعمال او اداء الاعمال بتخلق وظائف جديدة زي صناعة المحتوى. هنلاقي ان في واحد هيبقى متخصص يصور المنتج بطريقه احترافيه، واحد متخصص انه يكتب عن المنتج بطريقه احترافيه، وبالتالي الشركه الصغيره والمتوسطه لازم تبقى مركزه فقط على حاجه واحده ان هي تنتج منتج جيد او تقدم خدمه جيده، الباقي ده بيقوم بها صناعات وسيطه وصناعات مغذيه لصناعه التجاره الالكترونيه. طيب فرص العمل بقى اللي بتوفرها الكفاءات، اكيد يعني محتاجين نوعية كفاءات معينة للتجارة الإلكترونية. أنا الكفاءات أكيد أي عمل في الدنيا هيبقى محتاج كفاءات بدرجة مميزة. إنما ميزة التجارة الإلكترونية بره فكرة إن أنا أنتج المنتج، نفترض إن أنا بنتج بازة صغيرة أو حاجة من الصناعات اليدوية الجميلة المشهورة بها مصر، إنما علشان أطلع بيها على الإنترنت أنا محتاج إن أنا أبقى أصورها تصوير احترافي، فبالتالي أنا بخلق فرص لوجود مصورين احترافيين. مش الموهبة بس هتكون كفاية، لازم هيبقى التدريب برضو المستمر مطلوب، إن التكنولوجيا بتاعت التصوير محتاج احترافية بشكل آخر، محتاج حد يكتب لي محتوى على المنتج دوت، فده محتاج يكون حد عنده موهبة واثقلها بالتدريب. هي بتخلق فرص جديدة، إنما الفرص الجديدة دي يقابلها تدريب مستمر علشان أصل إلى درجة من الاحترافية. علشان في الإنترنت كل شيء مكشوف، وبالتالي أنا لو ظهرت بمنتجي أو خدمتي على الإنترنت بصورة غير احترافية ده بيفاير باك عليا أو بيديني نتيجة عكسية تماما وبيبوظ لي كل الشغل اللي عندي. إنما لما أخلق في مئات الألاف من الأعمال للشركات الصغيرة المتوسطة وأفتح لها مجال للتسويق من خلال الإنترنت، وده ضمن حتى الاستراتيجية القومية للتجارة الإلكترونية اللي الدولة عملتها من سنتين وكان ليا الشرف إن أنا شارك فيها بوجود الأمم المتحدة والبنك الدولي، أنا كل شركة من الشركات دي هتخلق لي من 3 إلى 5 فرص عمل مباشرة وأدهم بطريقة غير مباشرة. تمام. فأنا بتكلم 100,000 منشأة صغيرة ومتوسطة بتخلق لي 500,000 فرص عمل، تصل إلى 700-800,000 فرصة عمل جديدة، وكلهم ما عندهمش مخرج إلا عن طريق هذا الوعاء الجديد اللي هو الانترنت. طيب تنصح بقى حضرتك المشاهدين المعتمدين في التسوق على التجارة الإلكترونية بإيه؟ طبعا اصل هي بيحصل فيها مشاكل كتير طبعا، وحضرتك ادرى واعلم مني وهتفضل موجود، لان احنا علاقتنا بالمنتج صوره وتقييم وتقييم من التعليقات كمان. من التعليقات دي ناس دخلت اشاره المنتج شافته واستخدمته لقت فيه مميزات كتبتها لقت فيه عيوب، بس الناس مش زي بعضها، ممكن يقرا التعليقات كويسه والمنتج والله مش عاجبه. هي دايما بترجع لموضوع الوعي المستهلك، وهو كل ما خد فكره اكتر خبره بقى عنده خبره اكتر. النهارده بقت الواقع المدمج داخل في التجاره الالكترونيه، منصات التجاره الالكترونيه بقى اصبحت منصات اقتصاديه كامله، بتوفر التمويل وبتوفر التدريب وبتوفر ان انا لغه الترجمه بين المصنع والمستهلك، وبتوفر ان انا اقدر اشوف المنتج ده هو بيتصنع في كل خطوه من خطواته. احنا بنتكلم في مش مجرد هي ان انا بشتري حاجه من على الانترنت، اصبحت منظومه اقتصاديه كامله. طبعا. طيب قول لي برضو ننصحهم بايه في ختام الحوار؟ ان هو يجيد اختيار المنصه اللي بيشتري منها. الاسم
اسم المنصه ان هي منصه كبيره عالميه موثوق فيها آه. ان هو غير كده هو بيشتري من مجال عشوائي من بالظبط زي حضرتك لما بتشتري من محل كبير او بتشتري من محل ملوش اسم فحضرتك ده قرارك في الاول والاخر، انما احنا بننصحه لا روح للمنصات الكبيره هتلاقي دائما وابدا عروض، وخصوصا ما بقتش واحده ولا اتنين ده بقى فيه عشرات من المنصات الكبيره. فالنهارده الامر غير المنصه الصغيره كده برضو عندها مشكله حضرتك يعني هو لازم يزود القيمه المضافه بتاعته، لازم يجذب الناس بطريقه افضل، ينتقي المنتجات، يشتغل بقى على التسويق طبعا، يشتغل على التسويق بالمنتجات الجيده، مش مجرد ان هو بيعرض ممكن تبقى منتجات قليله لكن جيدة كفاءه كويسه، كفاءه المنتج تغليف حاجات كتيره بتلفت نظرنا طبعا. السعر مش هو دائما وابدا، انما هو لازم يجد من المغريات الكافيه والمصداقيه وحجم الثقه اللي يبنيها مع المستهلك بتاعه، هو ده اللي بيوصله من منصه صغيره جدا. واحنا شفنا في خلال 3 4 سنين منصات صغيره مصريه تحولت الى منصات كبيره جدا طبعا. في وقت قليل جدا لتقديم القيمه المضافه اللي قلتها لحضرتك عليها. ايه اهم المشاكل اللي ممكن تقابل المستهلك؟ كم مره حتى بيتكلم واحنا بنتكلم ايضا على التجاره الالكترونيه قبل كده واهميتها دلوقتي في الساحه الاقتصاديه، انه عمليه التسليم والتسلم وموضوع البطاقه، وانه لازم يبقى بيانات العميل كلها المندوب ياخدها، وانه ده ساعات يعني في ناس بتتحفظ عليه. ما هرجع تاني لموضوع حمايه البيانات الشخصيه. اتفضل. قانون حمايه البيانات الشخصيه بينظم هذه الجزئيه. البديل الاخر ان انا اشتري من خلال الانترنت باستخدام كروت الدفع المسبق او تمام. كروت الائتمان كريدت كارد او ديبت كارد، وبالتالي مش هاخد البيانات الكتيره جدا دي. ان انا خلاص انا دفعت، انما ما زالت الثقافه بتاعت استخدام الكروت اذا كانت الدفع المسبق او كروت الائتمان ما زالت ضعيفه، ان احنا 60% من حجم التجاره الالكترونيه بيتم كاش اجينست ديليفري، اللي هي لما حضرتك توصل لك انا وده معيار الثقه احيانا، وده معيار من المعايير اللي بتؤخذ في مدى البعض. اوعى تحط الرقم بتاعك طبعا بس هو حقيقه الامر هو دائما وابدا في ما يطلق عليه الاجراءات اللي بتحميني. يعني انا لو حطيت الكارت بتاعي وتم سرقه الكارت لاي سبب من الاسباب، هي النهارده المنظومه البنكيه اللي ورايا هي اللي بتحميني من هذه النوع من انواع الفرود او نوع السرقات، وبترجع لي الفلوس، وفي نظم كتيره بتحمي الكلام، انما الصوره الكلاسيكيه لازم تختلف. ان احنا عاوزين التجاره الالكترونيه تساعدنا في الشمول المالي، وده احدى اهداف الدوله. الناس كمان بتستسهل يعني الكاش، لانه ممكن لو حب يرجع المنتج لو عن طريق الكارت الائتماني هيرجع خلال 14 يوم المبلغ اللي دفعه، لكن ثقافة المستهلك وهي دي احدى المخاطر، ودي موجودة على فكرة. تعامل بقى بشكل مباشر ده حاجة تانية. طب طب هو مش عايز الموضوع، وحتى بالطريقة دي في كتير جدا من العملاء بيشتروا الحاجة واول ما توصلهم بيرجعوا تاني، وهو زي ما بيعمل ريتنج للمورد المنصات بتعمل ريتنج للمستهلك. أيوة. ان هو بعد كده بتحطه في منطقة اسوأ، منطقة اكثر سوادا، لغاية ما يبقى ان هي كلنا مكشوفين قدام بعض، محدش عارف السخابة في منظومة الانترنت باي شكل من الاشكال. شكرا للمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي. اشكرك جزيلا، شكرا لحضرتك معانا، وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعة، وتصبحوا على خير.